6 cameras. No display. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعزمة عزمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. يا الله سسونغون يا وقتو دحائي تدوحامو كجانتكني كجانتكنمو keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, pelindungannya pelindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah. Jika di bumi, keluarkanlah. Jika sukar, pemudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin, Abang Amin. Ayuh, kita sama-sama baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzi an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal-Qur'anil Hakim. من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم
بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون بلى وهو الخالق
Ayuh sama-sama kita fidiakan Yasin ini buat Nabi junjungan Nabi Muhammad SAW pada keluarga syabab baginda Nabi-Nabi Rasul-Rasul wali-wali dan para ulama yang dirahmati olehmu, yang dirahmati oleh Allah SWT. Begitu juga buat muslimin-muslimat meminat tamunya ahli beta dan kanda beta dan keluarga beta yang telah kembali ke rahmat Allah pada diri, pada kedua bapa, kepada bunda, pada ibu bapa kita, diri kita, adik-adik kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru muslimin, muslimah, mu'minat dan seluruh alam semesta. Semua kita semua dikurniakan berkat rahmat taufik hidayah rezeki melimpah ruah nur cahaya Muhammad, nur cahaya Allah SWT, nur cahaya Muhammad SAW, nur cahaya ilmu, nur cahaya iman dan nur cahaya taqwa dengan izin limpahnya rahmat dari Allah SWT. Okey, kita lagi tinggal berapa minit lagi? 1 minit lagi untuk semalam solat zuhur. Kan? 1 minit lagi kan? Satu suku kan? Tak? 1 minit lagi kan? Dan insyaAllah mudah-mudahan kita dapat keputusan awal untuk kita menikmati 10 malam terakhir di masjid untuk solat tarawih bersama-sama. Dan sekurang-kurangnya kita dapat merasa seminggu sekali solat Jumaat di bulan Ramadan ini. Sekiranya dilepaskan untuk kita solat berjemaah di masjid mengikut SOP. Okay? Kita dah doakan, kita berpeluang jugalah. Allah bagi kita peluang untuk kita menikmati kan. Untuk kita menikmati Ramadan 10 malam terakhir ni di masjid, di masjid. Kalau buat kat rumah ni kita tak apa nak, apa nak. Dia punya aura syekh, dia tak nangis sangat. Kalau kat masjid tu macam seronok sikit kan. Jadi kita doakan supaya kita dipercepatkan proses kelulusan Ketua Menteri Agama iaitu Datuk Sri Dr. Zulkifli Al-Bakri untuk mempercepatkan proses supaya kita dapat 10 malam terakhir ini di masjid sama-sama kita melaksanakan solat sunat, solat wajib, solat lima waktu, solat wajib dan solat sunat tarawih.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وضعته المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin janji. Every time we celebrate Raya or get together, there's always a fair. Even until today, when I drink sasi, I always remember the time that I had during Hari Raya with all the family. It brings joy. We know it's going to be tough this Raya. Celebrate Raya with Shopee. Get 10 ringgit daily essentials such as cosmetics, groceries, Muslimah fashion and electronics. Walaupun hidup seribu tahun, kalau tak sembahyang apa-apa.
campaklah bagi anjing makan iman korang tu. Eh, suka takulah korang minum tak. Minum pun saya. Apa masalah hidup kau? Suka takulah korang minum tak nak minum kan. Oh, sedapnya. Sejuk. Sejuk. Oh, sedap. Feel fresh. Auzubillahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sejuknya air sejuk. Puasa tu orang berakal je bang. Oh, kau berakal lah. Kau yang lagi tak berakal sebab kau jatuhkan hukum. Maknanya kau yang patut tak puasa sekarang ni. Kau yang tak berakal sebab kau menjatuhkan hukum. Kau tak ada hak untuk menjatuhkan hukum. Kau bukan Tuhan. Jadi kau patut buat batalkan puasa kau sebab kau orang gila. Tak boleh fikir. Kau tu yang patut tak puasa. Kau tak wajibkan puasa sebab kau tak berakal. Sebab kau rasa diri kau Tuhan, kau takkan hukuman. Kan kau dah hak untuk takkan hukum. Kau buka puasa kau sekarang ni, kau gila. Kau telah fikir kau takkan hukum, kau ingat kau Tuhan. Kau cakap diri kau lah bodoh. Aku tengok jemil, aku cakap diri aku sendiri. Bodoh tak tidak bezakan. Bodoh je budak-budak sekarang-sekarang. Sangat bodoh. Alhamdulillah. Sedap. Hilang daging. Hot FM. Thank you.
gila-gila aku pun tak adalah sampai nak sembah tengok aku. Ini kisah teladan diubahi. Gila-gila aku pun, aku berjaya memperkotak-katikkan keimanan korang. Sampai kembali air mata dengan lebat. Semua ini gara dendam kesumat. Hari pertama disambut tanpa berjabat. Buatkan sang merah berang tak bertempat. Walaupun tak bersalah maaf sudah tak dapat. Cukuplah berbaik setama dan add to heart. Sementara di datang yang baik kita add to cart. Aku kasih aku syiar. Selawat ke? Aku tengok daripada tadi kau tak berganjak ke mana pun. Kau tetap kan tengok aku punya live. Maknanya kau utamakan aku daripada Allah. Sembang kencang macam mana babi sembang. Masa aja. Ada banyak perjuangan juga. Sepi mampus. Saya yang menjaga stok. Yang menghantar. Walidina
Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa alanna asrafna ala lada asrafna Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa alanna asrafna ala lada asrafna لِكُلِّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْعَاتِ فَتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَغْسِلْ لِكُلِّ حَوْبَةٍ وَاسْتُرْ لَنَا الْعَوْرَاتِ وَآمِنِ الرَّوْعَاتِ يَا رَبَّنَا أَعْتَرَفْنَا أننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا أعترفنا بأننا أقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا
Alah, terkentut lah pula. Kemudian dia mengeluarkan Realme 6i yang mana adik pada Realme 6. Sekarang dia nampak keluar Realme 6 Pro, abang kepada Realme 6. Assalamualaikum dan hai, dalam video kali ini kita nak bincang tentang Realme 6 Pro, abang kepada keluarga Realme 6. Jadi benda apa yang pro sangatlah tentang Realme 6 Pro ni? Itulah kita nak tahu dalam video review Realme 6 Pro. Jadi jom kita mula. Realme 6 Pro hadir dengan 3 jenis warna, iaitu Lightning Blue, Lightning Orange dan juga Lightning Red. Saya tak sure lah Realme Malaysia akan mengeluarkan 3-3 jenis warna-warna ni sekali ataupun dia hanya mengeluarkan warna biru saja. Saya tak apa sure. Anda boleh tengok spek dekat sini. Okey, kalau tengok spek dia memang betul-betul kau dengan screen 90Hz dengan Snapdragon 720G untuk gaming. Tambah pula dia ada kamera 64MP dekat bahagian belakang dan dia ada 2 kamera dekat bahagian depan, yang mana keseluruhan kamera dia ialah 6. Betul-betul 6 Realme ni. Dan tak lupa juga bateri dia ialah 4300 mAh dengan 30W fast charge.